عايز اروح مع حضراتكم برضو لنقطه مهمه جدا، نقطه بتخص لاعب كبير ونجم كبير من لاعبي النادي الاهلي، هو اللاعب كريم نيدفيد. كريم نيدفيد بيمر بظروف خلال الفتره دي، ظروف محتاجه مسانده الجميع، مسانده الجهاز الفني، مسانده زمايله اللاعبين، مسانده جمهور النادي الاهلي، ومسانده جمهور السوشيال ميديا، الناس اللي بتكتب على صفحاتها، وايضا هنا مساندتنا كاعلام او كمذيعين من قناه النادي الاهلي. كريم نيدفيد الحمد لله قطع مشوار كبير في العلاج في اصابته، لكن الفتره دي يعني حس او جات له شويه رشح في ركبته، الرشح ده طبيعي جدا. احنا اطمنا من دكتور النادي الاهلي الدكتور احمد ابو عبله على حاله كريم نيدفيد، وهو طمنا بشكل كبير، ده شيء طبيعي جدا ان الركبه بعد مجهود كبير بيعمله خلال الفتره دي وتدريبات بقت اضافيه اقوى من الفتره السابقه يكون في رشح، ده شيء طبيعي، لكن الشيء الجيد ان الحمد لله كريم نيدفيد بيواصل عمليه التاهيل وان شاء الله يكون موجود خلال الفتره اللي جايه. كريم نيدفيد من العناصر قبل الاصابه، علشان نتذكر كريم نيدفيد من العناصر الاساسيه كان في فريق النادي الاهلي. اي مدير فني كان بيلعبه كان محتاجه في الباك رايت تلاقي كريم نيدفيد موجود وبيأدي بمنتهى القوه. في وسط الملعب خط وسط ملعب مدافع تلاقيه بيلعب وما شاء الله بيأدي ولا اروع. علشان كده محتاجين مسانده الجميع لكريم نيدفيد. كريم هو احد ابناء النادي الاهلي المخلصين، هو احد نتاج قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. على مر السنين كريم لعب في كل منتخبات مصر الناشئين والشباب، وكمان كان موجود في المنتخب الاولمبي، كان من العناصر الاساسيه. فان شاء الله من هنا يعني بندعو الله عز وجل ان يعدي المحنه اللي انت موجود فيها دي، وبعدها تكون موجود في الملعب وتعود اقوى من الاول. وايضا التوفيق للاعبي النادي الاهلي اللي هيلعبوا بكره مباراه مهمه امام الاسماعيلي في استكمال بطوله الدوري العام.